سلام، واش راكم؟ ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. الوصفه تاع اليوم معمره بالبنه. جبت لكم فطيره محشيه او اون تورت. شوفوا هذه العجينه فيها واحد المكون ما يخطرش خلاص في بالكم. تتحصلوا على عجينه بزاف خفيفه، يعني ماشي كيما اللي موافين نحضرهم. وبنفس الوصفه ايضا تقدروا تحضروا بها انواع عديده من المعجنات كالبيتزا ولا دي باغيت، يعني واش يخطر في بالكم. اذا ما نطولش عليكم، تفضلوا معايا نشوفوا هذا السر اللي يخلينا تحصلوا على عجينه خفيفه. اذا العجينه واش فيها؟ عندي حبه بطاطا بوزن 200 غرام، طيبتها في الماء بدون ملح. فوالا هنايا يعني شوفوا، طيبوها بالطريقه اللي تناسبكم، سواء تفوروها ولا تخلوا الحبه كامله ولا تقطعوها كيما درت انايا. اذا انايا قطعتها بهذه الطريقه وطيبتها بشويه ماء. اذا صفيتها وراح نديرها، من الافضل ديروا الريسيبيون يكون شويه غامق. اذا كيما راكم تشوفوا البطاطا راهي مازالها سخونه، الوغ نخليها تبرد شويه ونكمل الوصفه. بعد ما بردت لي البطاطا راح نضيف عليها كاس ماشي معمر تاع حليب، شوفوا ما يعادل 180 غرام. شوفوا هنايا راهي يعني اقل، يعني بخسك لو دوا تاعي، يعني منقصه، مانيش معمراتو كامل، باسكو لو كان تعمروه كامل يعطيكم بين 200 و 220 ولا 230 ملي. اذا راح نزيدو على البطاطا. بسم الله، نزيد حبه بيض كامله، نزيد ملعقه كبيره تاع خميره الخبز ما يعادل 8 غرامات، راح نزيد ملعقه صغيره تاع سكر، ونزيد ملعقه صغيره تاع مارغرين او الزبده ما يعادل 10 غرامات. بون، نخلط كامل هذه المكونات هكا. لو بغا ميكسور غادي نمكسيهم، يعني سي ميو كي تستعملوا هذا هكا باش ما تحصلوش على لي كريمو، جو بريفير. اذا بسم الله، فوالا شوفوا الخليط اللي تحصلنا عليه. بون، حاجه الحليب ما لازمش يكون بارد، يعني يكون دافي. نجيبو اون غروند باسين ولا اون غروند ريسيبيون، يعني وين مورفين تعجنو، نحكم هذاك الخليط. إذا نكمل، راح ندير ربع الكاس تاع الزيت ما يعادل 50 غرام، نزيد عليها الملح، والملح ديما نقولكم حسب الرغبة. شوفوا واش راح ندير، هذه المغرف الصغيرة كامل، راح ندير نص مغرف صغيرة تاع ملح، بالك نقص شوية جاتني بزاف، بصح كيما نتوما ديروا ملعقة صغيرة تاع ملح، أنا راح ندير يا ربي الربع تاعها. نلمها بالفرينة. إذا راح نستعمل الكأس الأول، الكاس الثاني، الثالث، وراح نزيد الرابع. اذا هنا نحبس ونشوف. اذا بسم الله، ديجا ربع كيسان وراهي تلمت لي. دوك نقول لكم بالغرام شحال جاتني، نتشو نشوف دابور نزيد لها ولا لا. لا ما تبان لي راهي تو جوست، يعني كي نخلوها تريح غادي تزيد تشرب اونكور. فوالا دوك نوزن واش قعد لي من الفرينه ونقول لكم شحال دات لي الفرينه بالغرام. اذا شوفوا بالغرام راهي دات لي 550 غرام، وبالكاس رانا درنا ربع كيسان، يعني راهم بخاسك معمرين. الو هنا انا واش ندير، نحاول اني نعجنها مليح. هلا نعطو لها واحد العجنه تاع 5 دقائق. اذا شوفوا العجينه كيفاش تلمت، شوفوا العجينه هذه تاع كي تخدموها بالبطاطا، شوفوا تحصلوا على واحد القوام ماشي كيما اللي موالفين نخدموها. شوفوا عجنوها 5 دقائق تري تري بيان، انا راني كملت. لازم حتى يولي السطح تاعها هكذا، يعني تكون ليس. شوفوا كيفاش دايره، شوفوا شحال طريه، الله يبارك، والله تلعب غير وحدها. حتى وقت تكون تلاصق العجينه ما تزيدولهاش الفرينه، يعني خلوها طريه.
اذا هنا نغطي عليها ونخليها تختمر. هنا ندوزو لافارس تاعنا. بون في مقله درت زوج مغارف تاع الزيت ودرت حبه بصله كبيره، يعني قطعوها صغيره. اذا راح نقليها. هنا قبل ما نزيد كامل لي زانغريديون كما تعرفوا لازم نقلي البصله حوالي دقيقتين، يعني قد ما نحلى هذيك الريحه، ونكمل باقي لي زانغريديون. انا زوج دقائق وانا راني ندور فيها كيما هكا، انا نحرك فيها بليتو عفوا. فوالا زبلتها خمس دقائق. اذا هنايا راح نزيد شويه تاع لافيون باشي، عندي 300 غرام. تقدروا تستعملوا لو بلون دو بولي ولا حتى تقدروا تستغناو كامل على اللحم. حبه تاع فلفل اصفر وفلفل احمر، حتى واذا مش متوفر عندكم ايضا تقدروا تستغناو عليه وديروا فلفل اخضر. انا دوماج جافي با الفافون فيغ. هذا واش عندي انا. هلا واش نزيدو؟ نضرب نديرو الملح، نملحو، نديرو الفلفل الاسود، ربع ملعقة تاع بابريكا، غير شوية ماشي بزاف. حندير ربع ملعقة صغيرة تاع لي سوكي بيس، حتى إذا ما عندكمش هذا لي بيس معليش تقدرو تستغناو عليه. وديرو شوية تاع قرفة، شوية زنجبيل، نزيد عليهم ثلاثة فصوص تاع ثوم باش نقطعهم. نقص النار ونخليه يطيب على غرفة. اذا هنا كي نتاكد بلي اللحم راه طاب، في الاخير راح نزيد عليها كمشه مليحه تاع معدنوس ونطفي عليها. اي فوالا لاباط تاعنا بعد ما خمرت، شوفوا كيفاش هلا ماشي برك لا دوبلي الا تريبلي، شوفوا ما شاء الله. فوالا بون هنايا اون فالا ديغازي. واو شوفوا كيفاش جات، واو الله يبارك. نقسمها على زوج. الوغ هذه باش ما تغلبنيش في الخمور واش ندير؟ نعاود نغطي عليها ونعاود نرجعها في الفريجيدير. فوالا اذا هذه لا بروميير بول. نزيد نقسمها على اثنين. نخليهم يريحوا واحد زوج دقائق باش نقدر نحلهم، ونخليهم يريحوا واحد زوج دقائق. الوغ فينالمون راني بدلت رايي، راني تفكرت بلي عندي هادو لي بلاطو تاع البيتزا، دونك نعطي لكم شحال البطر تاعها. هادو يعني يجوا شويه كبار، دونك تقدروا تقولوا هادو سي 32. بون 32 الوغ نفرشهم بيان سور بالبابي، نوريكم الطريقه كيفاش تفرشوهم بالبابي، يجيكم يعني شكل دائري. فوالا راني طبقتها على أربعة. نروحو لو سونتر تاع لو بلاطو، نحط هذاك نحطو هنايا مثلا هكا، هذا هو لو سونتر. الوغ ندرك عليها كيما هكا، فوالا بنقص ونديرها هكا طائري. شوفو فوالا هاي جاتني بخاسك نيشان. الوغ لا لي بوغ هادو نديرهم شويه تاع مارغارين. فوالا نروحو نشوفو لاباط كيما راكم تشوفو، شوفو كيفاش طلعت. بون نح هذه نخليها تكوتي، نبداو نفتحو هذه، نديرو شويه فارينة، نعاونو رواحنا بالفارينة. بسم الله. شوفوا كيفاش حليتها، ما تكون رقيقه ما تكون خشينه. الوغ مباشره نحطها فوق الصينيه. بسم الله. هلا
اذا شتو جهه راهي خشينه عاودوا دركوا عليها يعني ماشي بروبليم. فوالا اذا هنايا قبل ما نحط لافارس تاعي راح نحط انكوش تاع لاصوص طوماط. بون هنايا راح نوريكم لاصوص طوماط اللي نحب نخدم بها، ما حبيتش تكسر الراس ما نكذبش عليكم، حبيتها تكون جاهزه صدقوني. هذه بزاف بنينه هاد لا مارك. فوالا نديرو ولي ما حبتش دير هاد لاصوص في لافارس اللي درناها دير دو طوماط. فوالا نديرو هكا شويه 3 كويير. يعني هاد لا طوماط ما نكذبش عليكم تسلكني بزاف، على بوبري واحد 1 سنتيمتر. نبدا نحط لافارس، تقيدوش بلافارس اللي درتها انايا، يعني اوليو ديروا لا فيوند هاشي ديروا لو بولي هاشي، تيفيتو لا صوص طوماط ديروا دو طوماط طيبوهم مع مع لا فيوند. فوالا تقدروا ديروا السلق، اللي يحب السلق يزيد السلق، تقدروا ديروا لو طون. فوالا انا ريت بني سي بون، سينو الاخرى ما نخلولها والو. تري بيان، الو هنايا واش راح نزيد لها؟ نزيد لها اون بون كوش تاع لا موتزاريلا ها ولا اي جبن عندكم يعني لي ذوب. نوريلكم لا مارك اللي نخدم بها، هذه هي، يعني في كل مره خطات تجي مليحه وخطات يفرشوها. نحطها هكذا من الفوق باش كي تذوب تذوب كومبليتمون على لا فيون داشي. فوالا كيما راكم تشوفوا راني عمرتها كامل بالفخوماج. فوالا نزيد بالك شويه منها. فوالا نحط كوتي اذا هذه كيما قلت لكم نفتحها هكذا بالطول وتكون شويه خشينه على الاولى. شوفوا هذه راني ما حليتهاش دائريه، حليتها هكذا بالطول. اذا درت شويه الفرينه، نحكم هاد لا غولات هلا ندرك عليها مليح هكذا بهذه الطريقه، يعني راني نروح ونرجع نروح ونرجع او ميم طون جو كوب. هذا هكذا هلا نحكمها منا هكذا هكا هلا نحطها فوق العجينه في الوسط ونبدا نجبد من الاطراف. جيسبيغ راهي واضحه. هلا شوفوا نعاونها هلا غير بالعقل، يعني بلا ما تقطعوها هلا هكذا. هاي ليك هذو الحراف انا غادي نقطعهم بيان سور. نضرك عليها دائما في الحراف، يعني ما تخلوهاش هكاك لافارس خارجه ولا نحكم لو جون دوف تاعي. اذا هنا عندي ان جون دوف درت له شويه تاع حليب وشويه تاع خل، ندهن كامل الوجه. الوغ راح نزين لي كوتي بشويه تاع سانوج، جوست لي كوتي غير منا. فوالا الفول تاعي بيان سيغ راهو شاعر، ونطيبها على نار تكون شويه يعني فوق المتوسط. هلا نديها ديراكتومون او فوغ ونروح نشكل الزاوجه تاني وراح نحطها طيب. وهذه الثانيه راني حليتها كيما حلينا الاولى. اذا نزيد لها لاصوص طوماط لو غيست على فيوند هاشي. بون هذه راني ما درتلهاش الفخوماج باسكو الفخوماج راح نديرو من الفوق. حاولوا انكم تجبدوها هاك ودوروا هاك.
ونضرب عليها شويه في الحراره. نغطي عليها هنايا ونخليها تزيد تطلع واحد الخمس دقائق. فانا الوغ هنا واش راح ندير، راح نقسمها على 8، راح نستعمل فقط الاصابع. الوغ نبدا كيما هكا. غير بالعقل معلي راهي خامره. الو هذه راح نزينها بلي كراندوشيه يلا. الو كيما قلت لكم الداخل ما درنا لهاش لو فرماج، دونك راح نديرو من الفوق. هذا راح ندير لها شويه لو شيدار، دونك من هذوك لي تراس منا راح ندير الفرماج. نزيدو لها لي زوليف. وهذه نحطها في الوسط نطيبها كما طيبت الاولى. وهاي لك النتيجه بعد ما جازت عليها 15 دقيقه تاع طياب، يعني كي شتها حمرت لي من تحت شعلت لها من الفوق باش تاخذ هذيك التحميره. بون هنا راهي مازالها سخونه، نحى من البابي تاعها. واو جات بزاف شابه ما شاء الله. والثانيه هاي هيك طابت لي ايضا 15 دقيقه. اذا هذه واش راح نديرها، راح ندهن الوجه تاعها بشويه تاع زبده وشويه تاع شويه تاع معدنوس. يعني هنا المعدنوس ما تستعملوش الريش، استعملوا فقط الاغصان. هذه الفطيره مع انه مانيش حابه نقطعها لانه الشكل تاعها عجبني بزاف، مي بون لازم نقطعوها ونشوفوها كيفاش جات من الداخل. اذا بسم الله يعني لاباط هذه راهي تبان بزاف شابه. بسم الله شوفوا ما شاء الله، شوفوا لي هذيك لابوتي. واو شوفوا لاباط كيفاش جات، ما جات خشينه ما جات رقيقه يعني في العبر. اذا راح ندوق معكم كوم دابيتود. فوالا فوالا بسم الله. واش نقول لكم واش نحكي لكم، نقول لكم سي لا ميور. نتمنى يعني انكم تجربوها. هذيك البطاطا يعني زادت لها خفه. نتمنى ان الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم وعجبتكم الفكره اللي شاركتكم بها. اذا ما بقاني غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.